الكثير هنا في العراق يتحدثون عن أن الخطوة التي جاء بها الصدر هي مفاجئة ولم يتوقعها الكثيرون، باعتبار أن كان هنالك حديث عن تصعيد كبير قد يكون يوم غد من قبل أنصار التيار الصدري إذا ما ارتأت المحكمة الاتحادية. إصدار قرار لا يأتي على بحسب ما يبتغيه ويرتئيه الصدر وأنصاره من إصلاحات وحل البرلمان، والكثير تحدثوا عن تصعيد حتى على مستوى إغلاق الحقول النفطية في جنوب العراق في البصرة وكذلك في محافظة ذي قار، وتصعيد بأشكال أخرى هنا في بغداد وفي بقية المحافظات، والخروج بتظاهرات ربما حاشدة ومركزية لأنصار التيار الصدري يشارك بها أعداد كبيرة من أنصاره في مختلف المحافظات العراقية. الآن طبعا الكل يحاول استيعاب هذه الخطوة من قبل السيد الصدر، حتى هذه اللحظة لم تصدر أي ردود فعل من قبل القوى السياسية على طبعا تغريدة السيد الصدر التي هي بمثابة إعلان وبيان إعلانه الانسحاب من المشهد السياسي العراقي. ولكن مصطفى ماذا عن الرئاسات؟ نعم، كنت أريد أن أسألك هذا السؤال. الرئاسات الثلاثة في العراق أجروا اجتماع بخصوص هذا القرار، يعني ما هو تفاصيل هذا الاجتماع؟ يعني هذا الاجتماع أيضا هو اجتماع ينضوي على الكثير من الأهمية، باعتبار أن الرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية والوزراء وكذلك البرلمان بالإضافة إلى السلطة القضائية، رئيس السلطة القضائية الذي شارك في هذا الاجتماع، اتفق على ضرورة دعم مبادرة رئيس الوزراء سيد مصطفى الكاظمي الذي دعا لحوار وطني بنسخة ثانية بعد النسخة الأولى التي كانت قد شهدناها، وكذلك كان هنالك اجتماع قبل ربما أسبوع أو أكثر من أسبوع بقليل في القصر الحكومي في العاصمة العراقية بغداد. هذه المحاولة الثانية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من أجل جمع كل الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار للخروج من الأزمة السياسية الحالية، وبالتالي اجتماع الرئاسات اليوم والذي حصل قبل ساعة من الآن يؤكد على ضرورة دعم هذه المبادرة، وأكد أيضا على ضرورة أن لا يكون هنالك خطاب متشنج بين القوى السياسية وإيقاف فوري لكل أشكال التصعيد سواء على مستوى التصريحات السياسية أو على مستوى التصريحات الإعلامية، والاكتفاء فقط طبعا بالتحرك من أجل التهدئة وتغليب لغة الحوار ومنع حدوث ما لا تحمد عقباه، ربما انزلاق الأمور إلى مديات أخرى من التصعيد. أكد أيضا المجتمعون لدى السيد رئيس الجمهورية برهم صالح بأن هنالك ضرورة حقيقية لإحداث إصلاحات كبيرة على المستوى السياسي وكذلك في جميع المؤسسات التابعة للدولة العراقية، وضرورة محاربة الفساد بكل أشكاله، وأن تكون هنالك خطوات ناجعة من أجل محاربة الفساد الذي ربما هو الذي يؤثر بشكل كبير على شكل الحياة في العراق، وكذلك أثر حتى على صناعة القرار العراقي من أجل تطوير البنى التحتية وكذلك توفير الكثير من المستلزمات الخدمية للشعب العراقي وكذلك ما يتطلع له العراقيون على مستوى الإصلاحات الاقتصادية.